السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة 22 من لعبة بلانت كرافتر. الحمد لله رب العالمين، أنا أحسن بكثير وأشكر الجميع اللي اتمنى لي بالشفاء العاجل. لسه فيها شوية تعب بس الحمد لله. واو، شوف المنطقة حقتنا، شوف كيف خضرت، والله صارت خضر. فأشكركم، يمكن ما حقدر أرد على كل التعليقات، لا حقت الحلقة 20 ولا 21 ولا يمكن هذه الحلقة، لكن إن شاء الله أول ما أحس أني أحسن بإذن الله أرد على التعليقات. يلا نبدأ، بسم الله. واو، شوفوا كيف المكان صار أخضر أخضر كذا خضار. شوف، فاكرين لما كان بدينا اللعبة كان كل الدنيا برتقالي وصحراء جرداء؟ تمام. إيش اللي أبغى أنا أشوف حق الأكل متى ينفتح. أنا أبغى أزود، ما أبغى أبني الأكل في ليفل 2. هذا فود جروور على 35. ها نحن ماشيين، يبغانا نزود البيوماس 33، يبغانا نزود البيوماس عشان نفتح لنا الفود جروور تي 2. تمام، خلينا ننزل حق الحرارة. بصراحة حق الحرارة دحين عندنا نحن طاقة، خلينا نشيل هذولا. عندي مكان اوه دحين هذا حطيه في الأرض. طيب حطيه على أشياء في الأرض، ما في مشكلة. أهم شيء ناخذ، طيب نقدر ننزل واحد. اوه يبغى لنا اكسبلوسيف، ممتاز. حنشيل هذه كلها حقت الحراره هذه حنشيلها، وحنحط عندنا تي 4 اخر واحده. اكسبلوسيف عندنا يا سلام، عندنا اكسبلوسيف واحد. خلينا ننزله في ال، اوه شوف الحراره كيف، شوف كيف تلمع في الليل، تلمع لمعان. الو، ايش ابغى نزل الرابع، قلنا الرابع. ايوه أوه. نزل كل القديم هذه بشيلها، حتى البيت هذا انا باخذ وبعدين ابني هناك. حلو، عندنا مكان نقدر نشيل كمان ولا ما نقدر؟ اهم شيء الاكسبلوسيف عندنا. لحظه ناخذ الالمنيوم ونروح هنا عند ال نسوي اللوي. حلو، وناخذ اثنين سلفر، وعندنا واحد اريديوم، وعلى طول نسوي ايش؟ اكسبلوسيف عشان نقدر ننزل هذه كلها. بشيل ابوها، خلي الحراره تطلع عندنا شويه. باقي لي اثنين اللوي، بسيطه اثنين اللوي نجيبه. فين الالوي؟ عندنا اللوي هنا بالهبل. وفين شكله اللوي؟ كله شلناه القاعدة الثانية. كم تبغالنا؟ سوينا واحد، يبغالنا مغنيزيوم، نسوي واحد مغنيزيوم ما عندنا مشكلة. القاعدة الثانية شلنا هناك اللوي كله حطيناه، بس بسيطة اللوي ما صار صعب زي اول، نقدر نسوي بكل بساطة. طيب خلينا نشيل هذا المكان، نبغى نشيل ونسوي، يا سلام الهيتر نبغى الحرارة تنزل، وكمان ننزل صاروخ بعدين نزود الحرارة. حلو، ممتاز. خلينا نشيل البيت كمان، ناخذ اللوي. اذا شلنا البيت نقدر ننزل واحد رابع، والله نقدر. اذا جبنا اللوي نقدر نجيب اللوي. كيف؟ انا اقول لكم كيف. هذا المكان نشيله اصلا، خلاص شوف. اتفرتك بالالوي حقه. طيب نبغى الالوي، فين الالوي رايح؟ فيه الالوي راح. كم باقي لنا عشان نسوي الرابع؟ باقي لنا واحد الالوي. في مغنيزيوم عندنا؟ في مغنيزيوم. حلو حلو حلو. طيب هذا كله اللي طاح، ايش هو؟ كوبلت، ما في شيء مهم. خلينا نشوف ايش مطلوب، ايش مطلوب عشان نسوي واحد اللوي. مغنيزيوم، ناخذ مغنيزيوم من هنا، يا كثر المغنيزيوم. نسوي له خلاص، القاعده هذه حنتركها حنهجرها، خلاص خضرنا الدنيا فيها، نبي نروح نخضر في المكان الثاني. المكان الثاني ذاك صحراء صح؟ اثنين سلفر يبغى لي، والله اروح اجيب السلفر اللي هناك.
جاتني فكرة، دوبها جاتني فكرة أنا معاكم. يا سلام اكسبلوسيف رهيب، أحلى شيء. وننزل لنا واحد هيتر هنا، واحد هيتر خطير. طيب أهم شيء الطاقة، ليه دائما أسوي أهم شيء الطاقة تكفي، أهم شيء الطاقة تكفي، لا نتورط في الطاقة. نحن بنينا مفاعل صح تكفينا الطاقة، شوفوا ايه تكفي والله كثير وزايد. هذا ايش هذا؟ شوفوا والله الهيت ما بتحرك ما بتحرك، بس الهيت مجيبين كل شيء فيه. يبغالي اركز على الضغط. شوف هذا 364 318، انا هذا ابغى ينفتح. الاكسجين زي الحريقه ما شاء الله، زي الحريقه. باقي شيء فيه؟ ايوه باقي التريز بريدر، يعني ما عندنا مشكله نستنى. لكن هذا نبغى نزود الضغط، نبغى نزود الضغط. والتي اي، التي اي والله يبغى له، شوف فيك في شيئين عندي يبغى له نفتحه. طيب طيب جاتني فكره دوبها، خليني الحفارات هذه زي قلت الحين ايش هاي الحفارات، هاي الحفارات والله حوس ما اقدر احول اللوي. استني نبي نحول اللوي، كم بقي لنا؟ احول. حلو حلو حلو. طيب فخلينا نروح ناخذ الحفاره هذه، شوفوا طاح شيء ولا معنا كل شيء، ونحطها عند كهف الإريديوم. ما انتم مشتاقين شوفوا كيف شكل الكهف الإريديوم؟ صار حلو، صار اخضر، فاكرينه كان اصفر وكان مرعب مرعب. خلينا نشوف الحين كيف يصير شكله. واو بالله ايش رايكم، بس بالله ايش رايكم؟ شوف كيف شاير شكله، حتى خضر والدنيا في مويه تحت هنا صار. يلا والله خطير صار شكله. يا سلام يا سلام. اوه زولايت، هات هات الزولايت، هات الزولايت. رهيب الكهف حق الإريديوم، شوف كيف صار رهيب خطير. طيب انا ايش قلت بجي بحط حفاره هنا، لانه بصراحه مره نحتاج ال هنا ما يزبط عنده، نبغاك تلصق ولا تلصق. اي تلصق هنا ولا 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 يلصق هنا، ما هو راضي ما هو راضي يلصق. طيب ما في مشكله خليه هنا، خليه كذا ناخذ. طيب نمر على السلفر ما دام هو قريب هنا. شوف كيف صار شكله رهيب، صار شكل الكهف. كيف السلفر تتوقعوا شكله تغير نفس منطقة خضرت؟ والله شوف يا سلام يا سلام حلو. لا بس ما تغير كثير، صفى هو بس ما تحل. لازم ناخذه، لازم نجيب شريدر. طيب حلو حلو حلو. طيب نرجع قاعدتنا، طيب نرجع لنا القاعدة حقتنا، نشوف الفود قديش بقيله، قديش بقوي 35. ها دحين دحين يلا طق افتح. يا سلام يا سلام حلو حلو. كم ايش بقي؟ بشوف بس ايش المطلوبات حقته عشان لما اروح هناك ابني. ترى بسيط مرة بسيط، جروور 2 يعني، بس يبغى اللوي ويبغى فرتلايزر ويبغى ووتر. ناخذ معنا شوية فرتلايزر للمحطة الثانية والامور سليمة السليم. تمام ايش يبغى الفرتلايزر؟ ايش يبغى حبيبي فرتلايزر؟ يبغى ثلاثة. عندك ثلاثة؟ لا نروح نجيب طحالب، طحالب نجيب طحالب. خلي بس نحط نشيل معنا السلفر كمان، يمكن نحتاج السلفر معنا. في طحالب هنا؟ والله قليل الطحالب، ما في. والله فيه في 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 في. ناخذ معنا الطحالب ونسوي لنا، ممتاز. وهناك كمان في عندنا طحالب موجودة، لازم قالوا لي حط الطحالب في الوسط، حط الطحالب. انا ما حطيتها، ما اسمع الكلام وباكل على راسي وباكل على راسي. شوف هذه جات واحدة بس منها. طيب يلا شوفوا كيف، شوفوا المحددات الحرارية تولدي. طيب سوي فرتلايزر،
حلو، واثنين باذنجان. طيب هنا تمام، نحط ويلا حلو. وروح نسوي عندنا اللاب عندنا هناك موجوده في الفود جراور، نسوي لنا واحد هناك. وايش هذا؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ في سوبر اللوي ولا بس كذا؟ الا والله فيها اشياء. تعال 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 تعال، سوبر اللوي هذه؟ سوبر اللوي ولا ايش؟ شوفوا ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. ولا الخضره السوبر اللوي هذه؟ ما هذه العاديه صح؟ ماني عارف هذه ايش فيها، ما فيها ولا شيء. شكلها معادن العادية هذه، لا أحد يقول لي ما أشوفها. بادي هذه ما هي الخضرة صح؟ شوفوا ما هذه كلها فيها بهللات، فيها المعادن المعفنة. أقول لك نروح القاعدة الأساسية. جينا للقاعدة، أوه واو واو، إيش هذا؟ شجر نزل عندي عشان شكله رمين الصاروخ. واو واو، شوف الشجر قام يطلع الشجر، يا سلام يا سلام. لا 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 لا، يبغى لنا صاروخ ثاني حق شجر. واو شوفوا كيف الشجر. صح المنطقة لسه عم تصحرة، لكن في شجر، في شيء بيجي. طيب نبدأ بسوي صاروخ، بسوي أشياء مرة كثيرة، بسوي أشياء مرة كثيرة. بس خلينا هذا مكان سميته حق الصواريخ، يعني نحط فيه الأشياء كذا بعدين الأشياء. طيب خلي 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 خلي، هذه اشياء ميكس. اوكي اوكي طيب، لازم في البدايه هنا نجي نسوي شويه لل شويه تظبيط. انا قررت هذا، اشيل هذا كذا واحط هنا كذا، واحط له قزاز. حلو، احسن، افضل افضل. ليه؟ لما اخش من هنا شوف زي كذا حصله، وبعدين هذا برضو ابغى اشيله. حلو، وابغى اسوي، شوف حركات، ترى عندي حركات، انا تعلمت حركات. شوف شوف كيف، وابغى اسوي هنا، ايوه احطه واحط هنا في، خليه دائري على كذا. تمام، فين حديد؟ فين حديد؟ تعال يا حديد، تعال يا حديد، خليك انت هنا. حلو، وبحط، حلو، وبسوي البيولاب. اظن احد المتابعين قال لي كذا، والله ناسي من هو. بسوي بس ما عندي اسموزيوم، ما عندي الاسموزيوم، ما عندي الاسموزيوم ميكس، الا والله عندي اسموزيوم. حلو، وعندي اللوي. حلو ممتاز. ألمنيوم، في ألمنيوم ولا ما في ألمنيوم؟ إلا في ألمنيوم، في، يا سلام. شوف لما يكون عندك زي كذا. حلو، نسوي البيولاب. حلو، يصير لما نخش من هنا، يا سلام، نحط كمان البيولاب من هنا، جاي المدخل حقه من هنا، يعني حركات، لازم نسوي حركات. هذا نحط قزاز هنا، يعني المداخل بس من هنا ومن هنا. هنا ممكن نحط اطير صح؟ اطير. طيب بس في عندي مشكلة صح؟ انا كنت ابغى اطلع، هل اقدر اطلع من هنا؟ شوف، لا اقدر، صدقوا، ايوه كذا. وبرضو لازم من الحركة بسوي البيوديرم، البيوديرم ثلاثة اللوي. ايوه عندي كله عندي. تمام، خلينا ناخذ اللي هنا، القرنبع اللي هنا. حلو، شوف الشغل المضبوط. نحن نقعد ننظف القاعدة حقتنا شوية شوية، حتى لو ايش قالنا، نبغى البيوديرم ولا نبغى ون، اول شيء كوبلت، اثنين كوبلت وثلاثة الوي وواحد المنيوم.
بين الكوبولت. طيب مع نزل من الحديد، كثرنا حديد، رتب 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 رتب، ايوه. وبعدين عندنا الالوي، ناخذ الالوي حلو، وقلنا ناخذ حق الروكت هنا، ناخذ من عنده الليمة. هذا ايش بقى، ايش يصير باقي لنا؟ ممتاز، باقي الالمنيوم. الالمنيوم يا سلام، عندي كثير هنا، فابغى اجيب ايوه ما زبط. هو من هنا مدخله، يا سلام. خليني اشوف بس، خليني اشوف كيف الشغل. ندخل من هنا، ويا سلام هنا المختبر، ايوه هنا البيو ده، يا سلام. وهنا على طول عندنا ايش حقت ال، طيب الشجر نجيبه هنا ولا في الجهة الثانية؟ اظن نجيبه في الجهة الثانية احسن، صح؟ شوف الكرسي هنا حقنا، حركات هنا. ليه ما في كرسي؟ ليه ما في كرسي هنا؟ اوه شكله يبغالي اكل، شكله يبغالي اكل. طيب خليني الحين اسوي ايش، خلاص البيو، البيو لاب واحد يكفي. اسوي ثاني، لا لا اسوي ايش، اسوي الكب اثنين اللوي، بس يبغالي اثنين اللوي. هات المويه، هات المويه لانه عندي شكله. فنجيب اثنين اللوي ونحط ونسوي لنا هنا ليفنج كومبارتمنت كبير. هذا برضو نشيل هذا كذا، نشيله كذا صح، ونشيل هذا ونشيل هذا كذا. خلينا بس يا سلام، ونحط الليفنج كومبارتمنت. فين راح الحديد؟ حديد قديش كتره عندي؟ حلو، ونحط الليفنج كومبارتمنت هنا، ايوه. يا ابن الحلال، يا سلام. كيف بس شكله، كيف كيف الشكل طلع عندنا هنا؟ يا سلام يا سلام. طيب حلو حلو، فين الكوبلت؟ يبغى لنا كوبلت ترى، يبغى لنا حديد. ليه؟ حنروح هنا فوق نسوي حركات، هذا مفتوح هذا مفتوح، هنا نقفله، هنا نسوي مصانعنا، نسوي اشياءنا. هنا ممكن احط شيء، انا عرفت ان ايش حاحط، انا عرفت ان ايش حاحط، احط الكرافتنج ستيشن. يبغى لنا ثلاث المنيوم. رهيب رهيب، الحين صرنا منظمين. المخازن حاحطها جوة البيت، ما حخليها برا في الشارع. الو ايوه، تعال كذا تعال، يا سلام. هنا زي ما قال لي ايمن، انس قال لي حط الصناعات حقتك كلها هنا، كلها هنا، والمكتب حقي فوق. اسوي له اسوي درج تحت عشان الاكل، اسوي درج. فوق ولا المفروض انه انا ما ابغى فوق، حتى ممكن يطلع فوق صح، بس انا ابغى تحت. طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة. دحين اظن كذا خلينا نروح نسوي صواريخ، نسوي صواريخ. طيب نسوي صواريخ، ابغى اسوي صاروخين. الصاروخ الواحد حق التري عشان يطلع شجر زيادة، والصاروخ الثاني ايش نبغى نطلع فيه كمان؟ خلينا نعرف ايش مطلوب في الصواريخ. لازم نبدأ في الاكل. طيب ننزل هذا الصاروخ، يبغالنا بس اللوي وواحد فرتلايزر، بس لا انا ابغى هذا، يبغالنا بكتيريا، بكتيريا واثنين اللوي.
بكتيريا واثنين اللوي، بس لا اتورط في الاكل، انا لازم ارجع القاعدة هناك. طيب ميكس هنا في بكتيريا اظن، في هذا الجبن الروكت في بكتيريا، والله ما في بكتيريا. طيب جبت معي فرتلايزر، اوكي. البكتيريا الايش يبغى لها؟ قلنا يبغى لها ثلاثة، نقدر نقدر واحد اثنين ثلاثة. طيب يبغى لنا اظن واحد اثنين ثلاثة صح؟ يا سلام يا سلام يا سلام، خلاص ما نحتاج نروح قاعدتنا لكل من رايحين جايين. اوكي ونطلع الصاروخ اول شيء حق البيوماس، حق البيوماس انطلق ايها الصاروخ انطلق، وبعدين الصاروخ الثاني حق السيك، بقي لنا اثنين اللون. اثنين اللوي بس، يا كثر اللوي عندي. يا سلام ليه؟ يا سلام هيتجهز، اطلق الصواريخ حلو. لازم شوي شوي خلي العداد، شوف العداد صار يمشي بشويش عندنا. ابغى انزل دحين صواريخ ما عندي، ابغى انزل الضغط ما عندي والله. سموزيوم مره صعب، مره صعب اجيب سموزيوم، مره صعب. لازم يجيني الحفاره الثانيه عشان اقدر اجيب سموزيوم. طيب ايش ننزل؟ ننزل طحالب. طيب عندنا عندنا كل شيء، اثنين اثنين سوبر اللوي والطحالب فلترايزر، وبعدين ايوه ننزل واحد في الوسط المرة هذه، المرة هذه في الوسط عشان حلو ممتاز. اظن لازم ارجع لقاعدتي القديمة عشان ما اقدر اسوي، والله اقدر فرتلايزر عندي بس خليني اروح قاعدتي القديمة اجيب اكل. رجعنا لقاعدتنا، خلينا نجيب الاكل اول شيء اكل لانه حموت، ونرجع هنا نحطها حلو. وهذا اوه لا لسه ما طلع ما طلع، كل كل عشان لا يطفشنا بالله. حلو ناخذ الاشياء المهمه معانا، وهنا ما في شيء نقدر نحوله والله يا شباب. شوف اليورانيوم، اليورانيوم حتورط فيه، لازم نجيب الحفارة، لازم نجيب الحفارة. خلاص نرجع إلى قاعدتنا. طيب رجعنا خلاص قاعدتنا الأخيرة. شوف هنا أبغى أسوي هذا الحفارة بشيله بعدين، مكان هنا مو عاجبني، بس خلينا نقوم فيها شوية. فا إيش بسوي دحين؟ أيوة أبغى أخش باب من تحت، خليني أسوي باب خلفي. المفروض هذا مكانه هنا، هذا مكانه، هذا ينشال، كيف اشيله ما اعرف. هل لو حطيته انشال؟ والله انشال انشال ابوه كمان. طيب هذا ما قلت، ما والله ما شفت التعليقات، ما قلتوا لي ايش اسوي فيه اصلا، هذا غريب عجيب. نسوي سلم على فوق، هذا نطلع كذا ايوه، هذا هنا ننزل يعني مكان الاكل، هنا نبدا نسوي مكان الاكل حلو. ايش يبغى مكان الاكل الثاني؟ قلنا لازم نبني مكان الاكل. فرتلايزر وسوبر اللوي نبدا له شويه شويه، فرتلايزر وسوبر اللوي. ما اظني عندي فرتلايزر الا والله فيه. سوبر اللوي اوكي
فنبدأ نسوي الأكل هنا. يبغى لنا موية ده. مكاننا لكن نبدأ نسوي هنا. هذا يخلي الأكل الثاني أسرع. طيب حلو. بنجيب فين البذور؟ ما جبت معي بذور؟ خطا. الا فيه نحط البذره اللي هنا ونبدا عاد الاكل نهتم فيه ونهتم في الاكل عاد. ممتاز خلاص، هذا مكان الاكل. كل خانه مربع حط فيها اكل عاد. هذول يبغى اشيلهم خلاص، ما يحتاجهم هنا. وبقي لي بس اسوي مكان المكتب حقي. المكتب حقي حيكون فوق. طيب دحين هذا البيت الدائري حقنا فوق المكتب، اظن طلع تمام. الدخله حقته انا ابغاها ممكن من هنا، ممكن يكون دخلته من هنا. كده حلو. يا سلام، هنا اسوي مكتب لي. واو، انفتح معايا الاوركستراكتور. الاوركستراكتور اظن 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 نوقف الحلقه هذه اليوم ونكمل الباقي. الحين بس نروح للمكان اللي دائما احبه انا، اللي هو مكان المتابعين. هذا المكان اللي انا افتخر فيه بصراحه. مين عندنا اسلام اليوم؟ ميل توي. بس ان شاء الله ما اكون غلط في السبيلنج. اي احد غلط في السبيلنج حقه يقول لي. والله افتخر فيكم واحد واحد. اشي مي. حلو. مين كمان؟ محمد ايت. والله محمد ايت افتخر فيك كلكم. محمد ايت. طيب مين كمان؟ عبير. افتخر فيك عبير، شرف والله. مين عندي في القائمة؟ والله كله في القائمة. ان شاء الله ما اكون غلطت باي سبيلنج. اي احد يقول لي غلطت فيه. هنا مين عندنا اخر اسم اليوم؟ ان شاء الله تكون اساميكم موجوده زي ما هي. افتخر بكم كلكم وشكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم في حلقه اخرى ان شاء الله باذن الله. في امان الله.